لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد. وزي ما قلنا في البدايه مع بدء المرحله الاولى من انتخابات مجلس الشعب، كان في بعض الملاحظات وبعض الانتهاكات اللي احنا رصدناها كافراد واللي كمان بعض مؤسسات حقوق الانسان رصدتها. بكره احب افكركم مره تانية ان اليوم الاثنين والثلاث هيتم الاعاده على معظم المقاعد الفرديه. يا ريت كلنا نروح، يا ريت كلنا نكون متواجدين في لجان التصويت عشان نتفادى الاخطاء اللي وقعنا فيها المره الاولى. عن الايجابيات وعن السلبيات هيكون معانا النهارده استاذ حازم منير، رئيس وحده الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وهيكلمنا عنها اكتر. صباح الخير. صباح الخير. نهارك سعيد. نهارك سعيد ان شاء الله. يعني سؤال عام في الاول، ملاحظاتك ايه على اللي تم في المرحله الاولى؟ ملاحظات ايجابيه ملاحظات سلبيه. نبتدي بالسلبيه عشان يعني أوكي. تبقى ماشي. في الاول. لا، او على الاقل يبقى جاريه مع سياق المرحله، ان الناس تحب تتكلم في السلبي اكتر السلبيات تحب تتكلم اكتر. في بالظبط. الايجابي. في السلبيات في ناخبين حرموا من ان هم يمارسوا حقهم في الاختيار وفي التصويت نتيجه انه حصل تاخر في فتح مقر اقتراع لساعات طويله جدا، ما بنتكلمش عن نص ساعه او ساعه، وصلت احيانا في اليوم الاول لتلتين النهار ما كانش اكتر. وبالتالي الساعات اللي خدوها تعويض في اليوم الثاني ما كانتش كافيه برضو لان الكل يمارس حقه في الاقتراع. فهنا دي واحده سلبيه مهمه للغايه. سلبية تانية ان في بطاقات اقتراع، يعني حتى في مقر فتحت بس بطاقات الاقتراع ما وصلتش. ايوه. في مقر فتحت وبطاقات الاقتراع وصلت بس مش مختومة، يعني ده كان خطأ تالت. الخطأ الاكبر بقى وهو خطأ ممارسة الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع. هو اصلا ممارسة الدعاية الانتخابية محظور يوم الصمت، اللي هم اليومين اللي قبل الانتخابات، ويوم الاقتراع المرة دي في الاعادة محظور يوم واحد قبل الاقتراع ويوم الاقتراع. للأسف كتير من الأحزاب ما التزمتش بالقانون، خرقت القانون وخرقت النظام العام ومارسة الدعاية. الأسوأ من ده كان ممارسة دعاية دينية، شعارات دينية، استخدام الدين في حث الناخبين على التصويت لصالح اتجاهات وده في معينة. لجان الانتخابات ولا في دور العبادة ولا بغض النظر، كان فين؟ هو اولا هي الشعارات الدينيه محظوره بشكل عام، لكنها كمان محظوره اكتر جوه يوم الاقتراع ومحظوره اكتر امام مقر الاقتراع، وبالطبع هي محظور استخدام دور العباده في الترويج والدعايه للاحزاب القسيسيه. دي تقريبا مجمل الظواهر العامه اللي نقدر نحطها في المجال السلبي. في المجال الايجابي كان في نسبه الحضور رائعه جدا، 62% تقريبا شاركت. القصه مش في الحضور، مش في نسبه الحضور العاليه، رغم انها غير مسبوقه، في حاجات كثيره في هذه الانتخابات غير مسبوقه، انما الاهميه في انها منعت ظاهره التلاعب في الصندوق، التلاعب في إدارة، يعني في اراده الناخب داخل مقر الاقتراع داخل الصندوق. نمره اتنين انها حصرت وحطت قيود وموانع وعوائق امام ظاهره العنف، لانه اشك ان في واحد مجنون ممكن يجي في باله انه ينزل قدام مقر اقتراع واقف قدامه 2000 و3000 ناخب عشان يعمل عنف. يعني ده عنف انت هتعمل ايه قدام مع 2000 3000 واحد واقفين في المكان؟ ف يعني دول ظاهرتين ايجابيتين رئيسيتين حصلوا في الجوله اللي فاتت. ثم يتبقى اخيرا المشهد الامني، واعتقد ان الجميع شهد بنجاح القوات المسلحه والشرطه في تامين مقر الاقتراع، خصوصا وان كان كل الناس متخوفه مش بس من العنف طول النهار، انما كمان من حمايه الصناديق فتره الليل. صحيح. وكيف يمكن ان نضمن سلامه الصناديق؟ بس لسه في كلام عليها. لسه في كلام على حاجات انا قلت بشكل عام، انا ما دخلتش في تفاصيل، ما اتكلمتش عن اللي حصل في الاقتراع في مقر الاقتراع لسه، اتمنى ان يكون في مجال للحديث عنها. ما اتكلمتش في انه في سوء اداره وسوء تخطيط لابد ان يعني يراعى. يا ريت نبتدي نتكلم بالتفصيل بدءا من السلبيات اللي احنا قلنا عليها. حضرتك قلت ان كان في بعض الانتهاكات بدأناها بالشعارات. طب بالزبط. الشعارات الدينيه استخدمت في دور العباده وفي لجان الانتخاب يوم بالزبط. التصويت وقبلها باسبوعين ثلاثه وكانت موجوده، طب ليه احنا ما رصدناهاش من الاول وابلغنا عنها ووقفناها؟ احنا رصدناها في المجلس القومي لحقوق الانسان. احنا قبل في الوحده، في وحده الانتخابات قبل يوم الاقتراع بحوالي 12 يوم عملنا بعثه كده، عملت حاجه اسمها مسح عشوائي. نزلنا على خمس محافظات، نقينا خمس دوائر بلا قصد، يعني طلبنا من الباحث انه ينزل المحافظه دي ويخش اي دايره اي مركز يعمل فيه مسح عشوائي لما يسمى الدعايه الانتخابيه. ورصدنا بالصور وعملنا تقرير، كل الصحف نشرته وبعتناه للجنه العليا للانتخابات. قلنا لهم فيه خدوا بالكم احذروا، هنا في دعايه دينيه،
هنا في استخدام لدور العباده. وتعمدنا حتى بعض الصحف لما اتصلوا يسالونا تقرير، قلنا لهم ده مش تقرير، ده مسح عشوائي لبعض الحالات، فانتبهوا لان هنا في مخالفه، في خلل حاصل وانتبهوا. يبدو انه، خلينا نكون يعني واضحين اكتر، يبدو انه الامر لم يلفت انتباه جهات كتيره. مش عايز اقول الناس تعمدت ان تتجاهل الامر، لكن على الاقل خليني اقول انه الناس انشغلت جدا بحاجات كتير قوي، فما التفتتش لايه الاكثر خطوره والاكثر اهميه والاكثر احتياجا للتعامل معه. للاسف اللجنه العليا لما ايضا طلعت تقارير المجلس والمنظمات المجتمع المدني تتحدث عن مشاكل متعلقه بالدعايه الانتخابيه يوم الاقتراع وقبل الاقتراع بيوم، اكتفت بالقول ان ده مجاله النيابه العامه. ده صحيح مجاله النيابه العامه، محدش قال حاجه، بس اللجنه العليا جالها شكاوى من الناخبين، يبقى عليها ان تحرك هذه الشكاوى الى النيابه العامه، مش ترجعها الى الناخبين تطلب من مواطن عادي ان يلجا للنيابه. تاكيد المواطن العادي مش هيعرف يلجا للنيابه ازاي، ده امر منطقي يعني. بالاضافه لانه اللجنه العليا من حقها ان تسائل الاحزاب حينما تمارس دعايه مخالفه، لان هي من حقها يعني العقوبه بتصل في بعض الاحيان الى الشطب عن طريق المحكمه الاداريه العليا، طبعا بتلجا اللجنه العليا الى المحكمه الاداريه العليا تطلب الشطب. اذا نكون واضحين، في سوء اداره، في سوء تخطيط، في سوء تقدير للموقف، كل ده اتعكس على الاختراع، عملية الاختراع. هقول ان سوء التقدير ده تجاهل ولا مقصود؟ لا، المؤكد انه ما فيش حاجه مقصوده. هذا ليس دفاعا عن اللجنه العليا، وليس دفاعا عن القضاء، وليس دفاعا عن الامن، وليس دفاعا عن الجيش، انما ده مش احنا بس اللي رصدناه، حتى المنظمات الدوليه اللي بتراقب رصدت هذا الكلام، انه ما فيش منهجيه، حاجه مش ممنهجه. بمعنى انه مش مقصوده ان تؤدي الى التلاعب باراده الناخب وتزوير اراده الناخب او تغيير اراده الناخب. هي زي ما قلت لك فعلا هذا المصطلح ملائم جدا، وهو سوء تقدير، انه ما توقعوش ان هذا العدد من الناخبين يجي، ما توقعوش، سوء تخطيط، انه ما توقعوش ان الصناديق، على الصندوق ما كفاش، دي كانت المفارقه، لدرجه ان كان في رؤساء لجان هيفتحوا الصندوق عشان يضغطوا الورق، وده لو كان حصل تبقى مصيبه، ده انتهاك بس صريح. ده مش عذر يا استاذ حازم، المفروض ان هي تكون ممهده ان هي يعني تستقبل كل العدد ده من الناخبين. انا موافق، ليس عذرا، او انا بوصف بس الحاله. انما لا، انا اسف، هو ليس عذرا فعلا، لانه لما اشوف الاستفتاء على الاعلان الدستوري في مارس اللي فات اتوقع انه يبقى الامر كده، لما اشوف المشهد السياسي متوتر بهذه الدرجه اتوقع ان الاقبال يبقى ضخم كده، لما اشوف هذه الحده من المنافسه وهذا الصراع السياسي المرعب، احنا وصلنا لصراع للاسف عكس نفسه في الانتخابات، انا اخشى ان انا اقول واتمنى ان فهم صح، الناس كانت بتنتخب على اساس ديني ما بتنتخبش على اساس سياسي، حصل مشهد مزعج للغايه ومقلق للغايه على مستقبل العمليه السياسيه المصريه. لما ابقى في كل هذه الاجواء ولا اتوقع هذا الاقبال، ولا اتوقع ان السنه دي مش هتكفي، ولا اتوقع ان المقار مش هتكفي، ولا اتوقع ان مقار الفرد مش هتكفي، ولا مش ممكن، يبقى في حاجه غلط. الغلط ده سببه ايه؟ ليس برضو دفاعا عن اللجنه العليا، انا عمال انقد في اللجنه العليا، انما الغلط ده سببه ايه؟ القانون. القانون عندنا، اللجنه دي استلمت في شهر 9، في اواخر الاسبوع، في النص الثاني من شهر 9، والانتخابات في النص الثاني من شهر 11. شهرين دول عشان حد يرتب الانتخابات في مصر في هذا الارتباك القانوني وهذا الارتباك السياسي وهذا الارتباك الشعبي، شيء مش ممكن، مش ممكن تخيله. فخلينا نقول انه لان القانون المصري ما انشاش هيئه دائمه مستقله لاداره الانتخابات، انما انشا هيئه انا بعتبرها اسمها هيئه مؤقته. مؤقته بمعنى ايه؟ اللي بيوصل لرئيس محكمه الاستئناف بياخد رئيس اللجنه. ميعاد الاستلام المحكمه في نهايه 9، فبيستلم اللجنه في نهايه 9، طول عمر الانتخابات في اغلب الاوقات يعني الانتخابات في مصر في شهر 11. مين ده اللي هيستلم في شهر 9 عشان يبقى جاهز للانتخابات في شهر 11؟ خصوصا لا عنده امانه عامه، ولا عنده امانه فنيه، ولا عنده ميزانيه بند في الموازنه العامه للدوله، ولا عنده جهه اداريه مؤسسيه شغاله شهور وسنين قبل ما هو يجي عشان يستلم اللجنه، ولا هو عنده فكره تقسيمه الدوائر ايه عشان يعمل التقسيم الجغرافي للدوائر، ولا هو. وبالمناسبه السنه دي بالذات بقى دونا عن غيرها بالسنين، حتى النظام الانتخابي اتغير قبل الاقتراع باسبوعين ثلاثه، جداول الناخبين اتغيرت قبل الانتخابات بثلاث اربع ايام،
يعني شيء من من اللخبطه والارتباك والفوضى اللي يعني اشك ان حد يقدر يصمد وينجح قدام. طيب ورصدنا انتهاكات وابلغنا عنها، وعنصر الوقت هنا مهم بالنسبه لنا جدا في الفتره اللي جايه، هنتفادى الاخطاء دي في المراحل القادمه ولا لو ما تستمر تفاديناش زي ما هي؟ هقول لان حاجه الدعايه لسه موجوده زي ما هي والانتهاكات بالظبط لسه موجوده زي ما هي. بالظبط. خليني اقول لك كمان، انا موافقك تماما في تخوفك، انت سؤالك واضح في التخوف ان احنا ما نتلافاش ده، حقيقي واضح من السؤال طبعا. كده. وانا معك، انا متخوف ان احنا ما نتلافاش هذا. خليني اقول لك انه اذا كنا بنقول ان الاخطاء اللي حصلت سوء اداره في الجوله الاولى من المرحله الاولى، سوء اداره وسوء تخطيط وسوء تقدير، وانها غير ممنهجه بمعنى انها غير مقصوده وليست سياسات وانما اجراءات، انما التكرار ده هيخلينا نقول انها ممنهجه وانها سياسات وانها مقصوده، وكده هنرجع نتكلم تاني على الانتخابات اللي مش نزيهه. لانه في الاول بنقول اوكي بنلتمس لكم العذر، بنقدر الضغوط اللي عليكم، القضاه اشتغلوا في مناخ قاسي للغايه، عشان بس القضاه ما يفهموش، لانه بعض القضاه تصوروا ان هذا النقد بيمس شخصهم. القضاه اشتغلوا في مناخ قاسي للغايه، القضاه اشتغلوا في ظل ظروف يصعب ان احد يقبل بالعمل، في مواصفات لاي عمل في الدنيا لو المواصفات ما توفرتش محدش بيقبل بالعمل. القضاه اشتغلوا في عمل لا تتوفر فيه الحد الادنى من المواصفات، فهذا مقدر وهذا يعني موضوع في الاعتبار. لكن خليني اقول لك اذا ما تكررت نفس الاخطاء، انا اخشى ان نبتدي نتكلم، وهنا مش تهديد ومش تحذير بس هي دي حقيقه الامر، ان الخطا لما يحصل نلتمس العذر، انما لما يتكرر يبقى مقصود بقى. يبقى صحيح. فاتمنى ان احنا المرحله مش هنستنى للمرحله الثانيه، اتمنى ان جوله الاعاده بكره والضغط فيها اقل بكتير من الجوله الاولى، اتمنى ان احنا نتلافى او ان اللجنه العليا تتلافى ما حدث من اخطاء هي والجهات المعنيه الاخرى، يعني زي ما حضرتك بتقولي النهارده يوم الصمت، طب لما نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. ما هو احنا قبل هنشوف الاعاده فكرة ايه اكيد اللي شفتوا حصل انت جاي في النهارده. الطريق انه ما فيش لا صمت ولا حاجه، بالعكس ده يوم ضجيج وصخب، بكره المفروض ممنوع الدعايه. داعية اما نشوف ايه اللي هيحصل، هل هيتعرض الناخب لهذا الضغط العصبي العنيف اللي تعرض له الاسبوع اللي فات لحد الصندوق في مقر؟ عندنا شكاوى وصلت لنا من ناخبين ان هم تعرضوا كان في لضغوط لحد مايكروفونات الصندوق، واصلة لحد يعني آخر الطابور. في انا عايز اقول لحضرتك في ناس واقفه على باب اللجنه على باب مقر صحيح. الاقتراع بالمخالفه للقانون وبالمخالفه للنظام الاداري، واقفه على باب اللجنه مقر الاقتراع، ويبقى الناخب لسه بيحط رجله جوه وده واحد واقف على الباب في ودنه بيقول له انتخب كذا، ده شيء مش ممكن تخيله. عشان نبعد عن السلبيات يعني نقف عندها، في ملاحظات كتير وصلت للتلفزيون المصري وذاعناها على الهواء مباشرة، ناس راحت لحد لجان الانتخاب وجت عشان تحاول تمضي اسمها لقت حد تاني ماضي مكانها، فاضطرت ان هي تمضي في خانة اخرى او ان هي ما تدليش بصوتها. وصل لحضرتك اي حاجة عن الموضوع؟ وصل لنا حاجات ظريفه جدا تبين حرص الناس على فكره، يعني انا اللي عجبني فيها رغم انها شكاوى بس تبين حرص الناس على الامر. وصل لنا شكاوى من ابناء ان ابائهم متوفيين ولقوهم متسجلين في لما دخلوا يعملوا سيرش على لا الرقم ولا القومي على الكمبيوتر لقوا ابائهم مسجلين رغم انهم متوفيين، واحد لقى والده مسجل، واحده لقت والدتها مسجله، يعني جالنا حوالي 4 أو 5 شكاوى في هذا الامر. احنا ما بنعتبرش دي شكاوى كبيره، انت بتتكلم على كان حوالي كام 14 مليون ناخب او 15 مليون، 18 مليون ناخب في المرحله الاولى حاجه زي كده، بتتكلم على 18 ألف لجنه في المرحله الاولى، فدي مش حاجات كثيره برضو تقول انه في خطا فظيع في قاعده بيانات الناخبين، بس ان واحد يبقى حريص على انه يشوف اسم والده او اسم والدته او انه يطمن على اسماء اللي يعرفهم باستخدام الرقم القومي بتاعهم عشان يوصل للبيانات، ده شيء ايجابي. بس هو كمان كشف انه يعني ستيل لسه احنا عاوزين مزيد من ال ال تنظيم. ال مش بس تنظيم، كمان في الجدول نفسه في قاعده البيانات نفسها. طبعا اللي حصل انجاز عالي ايجابيا، اللي حصل انجاز عالي قوي انه خلال الفتره الزمنيه القصيره دي وسط الجو السياسي ده يتعمل قاعده بيانات للناخبين بهذا الشكل، انما واضح لسه الامر محتاج شويه مزيد من المجهود لمزيد من الترتيب والنظام. طب لو